السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بكم أعزائي الطلبة في درس جديد، وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي. واليوم راح نتحدث عن يونت 84 كتاب الجرامر، كتاب النحو. اليوم عندنا there وال it. there وال it، شنو الفرق بيناتهم؟ أولا اكتبها ملاحظة يمك. there تستخدم للمكان، there تستخدم للمكان، ال it تستخدم لغير العاقل، وانت تعرف المكان غير عاقل، فهنا راح يصير عندك اشتباك بيناتهم. في اليوم راح نوضح شنو الفرق ما بيناتهم. اولا we use there when we talk about something for the first time. اذن there نستخدمها من نريد نتحدث عن شيء لاول مرة، بداية الجملة، بالبداية، بالكلام، بالبداية، اسم مكان، اسم فد شيء بالمكان، كبداية نستخدم له there. مثلا there is a new restaurant، هنالك مطعم جديد. There was a lot of traffic، هنالك كلش ازدحام. زين، اما ال it فتستخدم عن حقيقة معينة او موقف، وانطيك ملاحظة ما تنساها ابد، تستخدم مع الصفات. لما يكون عندك صفة، صفة يعني ما وراها اسم، يعني it is very good، شوف هنا راح تقول استاذ لا عندي مو صفه، لا اكو اسم ريستورانت، شوف هنا اكو مكان، اما هنا ما عندك مكان. اذا بالذير عندك مكان، بالات عندك صفه، ات از فيري جود، ات از فيري جود صفه، زين يكون عندك صفه، بالات ما عندك مكان. ات واز ا كومبليت سربرايز، كانت مفاجاه يعني بشكل ما تتصور. مكان عفوا يعني مو مكان. اذا لما يكون عندي صفة وما عندي مكان اختار الات. الذير تجينا وياها مكان، يعني فتشي دل على المكان هيج. اذا ما عندك يعني مكان، يعني انا مو قصدي كلمة مكان، انا قصدي يعني معنى المكان، مطعم مثلا، مدرسة، جامعة، هيج. شبنات is very good مثل ما ذكرنا. زين، هنا عندنا تراكيب مهمة جدا، يعني there will be، هاي تجي سوية there must be، يعني ما اقدر اقول it، يعني ولا هو ممكن اقول it must be، بس الشائع there must be، there might be، there must have been، there should have been، لاني ممكن يجي سوية. There is sure. There is going. There is likely to be. بس ما أقدر أقول it's likely to be there. زين يعني؟ فذن نحفظهن هذه التراكيب، ذن يجن سوية ما بيها يعني. شوف there must be. There must be. There must be. شوف هنا it's dangerous صفة. إذا أنت دائما من عندك فتشي صفة اختار له it صفة. الذير فتشي مكان. ولا ننسى اكو تراكيب جنسوية، how far is it، it's long time، يعني ما اقول there is a long time، اقول it's a long time، هذا تركيب يجي سوية ما لها قاعدة، يعني تركيب حفظ يعني، هي اصلا الجملة كلمة هذه قاعدة، ال it's a long time هذا تجي سوية، how far is it، how far is it هذه قاعدة، يعني ما اقدر اقول how far is there، ما اقدر. زين يعني، فهذه هي تقريبا قاعدة.